كان في راحه كده للفريق النهارده، وكان الحقيقه في عزومه من القنصل المصري طبعا هي. موجود هناك، وكل اللعيبه حضرت، مجلس اداره طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب كان متواجد. دايما القنصليات والسفارات الحقيقه بتقوم بدور اكتر من رائع، والنهارده شفنا دوت من خلال يمكن العزومه اللي كان كل الفريق متواجد، وده على مستوى كل المسؤولين النادي الاهلي الحقيقه. يعني اللعيبه كانت مركزه في 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 المباراه، لكن الدعوه كانت على مستوى كل مسؤول النادي الاهلي الحقيقه، لجنه الكوره كابتن محمود الخطيب، الاستاذ محمد شوقي رئيس البعثه، العضو مجلس الاداره، يعني كل الناس كانت متواجده الحقيقه. والادوار اللي بتقوم بيها السفارات الحقيقه في بره مصر ادوار مهمه جدا جدا جدا. فزي ما حضراتكم شايفين النهارده يعني كان دي بعثه النادي الاهلي الحقيقه حرصت على تلبيه دعوه القنصل العام المصري في جده الاستاذ احمد عبد المجيد على العشاء مساء اليوم، على هامش طبعا مشاركه الفريق في بطوله كاس العالم للانديه. استقبل القنصل المصري وفد النادي الاهلي اللي جاء طبعا على راسه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي، في حضور الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداره. والحقيقه دار حديث ودي ما بين الجميع حول استعدادات فريقنا ان شاء الله للمباراه لتحديد المركز الثالث والرابع، وان شاء الله حصد البرونزيه. فده كان مهم جدا برضو ان احنا نشوف الاهتمام كمان على مستوى القنصل، على مستوى السفارات. طبعا اكيد يعني ده انت شعرت بيه كمان من خلال تواجدك مع النادي الاهلي او منتخب صحيح. مصر، الادوار الرائعه اللي بيقوم بيها القنصل سواء القنصل العام او سفير مصر في اي دوله الحقيقه بنروحها حول العالم. يعني طبعا ده شيء رائع جدا زي ما حضراتكم شايفين، من جانبه كابتن محمود الخطيب كان حريص، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداره كانوا حريصين على توجيه الشكر الى القنصل العام المصري بجده على دعوته الكريمه، ومؤكدين ان النادي الاهلي يثمن الجهود الكبيره التي قام بها منذ اليوم الاول لتسهيل مهمه الفريق، وكذلك توفير كافه سبل الراحه للجماهير خلال المباريات التي خاضها الفريق. شدد الكابتن الخطيب على ان الخارجيه المصريه قامت بجهود كبيره وكان لها دور ملموس في توفير الاجواء المناسبه للبعثة طوال فترة إقامتها في السعودية. وده طبعا على عهدنا دايما بالسفارات والقنصل والسفراء خارج مصر. والحقيقة في ختام الزيارة ديت الكابتن محمود الخطيب سلم درع وعلم وفانيلة النادي الأهلي للقنصل العام المصري في جدة سيادة السفير أحمد عبد المجيد والسفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية السابق والقنصل التجاري أسامة باشا والأستاذ فوزي الزامل مدير مكتب القنصل العام والأستاذ محمد فايز الغباري مدير المراسم والأستاذة تغريد خضر دي سكرتيرة القنصل العام المصري في جدة، طبعا تقديرا لجهودهم الكبيرة مع البعثة خلال وطوال الأيام الماضية، بجانب كل من الدكتور سعيد يحيى رئيس الجالية المصرية في المنطقة الغربية والأستاذ عبد الوهاب توفيق نائب رئيس الجالية المصرية في المنطقة الغربية. كل دوت الكابتن محمود الخطيب الحقيقة كالعادة يعني، والنادي الأهلي وعلم النادي الأهلي وأشعار النادي الأهلي دايما بيزين السفارات المصرية حول كل العالم الحقيقة، لو سافرتوا أي سفارة حول العالم وبالخاص حول الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا هتلاقي علم النادي الأهلي موجود وبيزين هذه السفارات، فشيء يحترم جدا جدا من سيادة السفير والقنصل، وكمان تلبية دعوة رائعة من كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب. حاجة محترمة جدا، وده اللي احنا بنشوفه دايما يا كابتن هاني في كل السفارات وفي كل القنصليات زي ما حضرتك قلت، المنظر العام حلو يعني، الشكل حلو، البدل حلوة، الكرافتات حلوة، يعني كل حاجة لطيفة. قمة النادي الاهلي الحقيقة انا باخد بالي من حاجات طبعا.